بتعمل حركات بذيئة للبنات. يعني انا قلتها قبل كده، كانوا بيشيروا للعضو الذكري ويعملوا حركات بذيئة للبنات، فده اثار كل اللي قدام بنات واولادي. طبعا بص للبنت وبتعمل لها كده وانا واقف، كانت الناس بتشتم والاثنين اللي واقفين قدام بيصوروا اللي بيشتموا، لكن انت ما انتش عارف الناس دي بتشتم ليه، انت شايف ورا في ايه. فهو العسكري ده اللي كان بيعمل الحركات قدامي، فشافني عرفني فجابني من شعري، دخلني جوه طبعا مجلس الشعب، كان كل اللي بيقابلني بيضربني، لحد ما دخلت جوه مبنى المجلس نفسه، لقيت بقى واحد كده جسمه عريض جدا واسمراني بيضحك، بيقول لي هو انت جيتي؟ اهلا بيكي. فانا مستغربه مين ده اللي عرفني، انا ما اعرفش مين ده. اتاري بيقول لي انا الملثم اللي كنت بره، انا هعرفك ان انا راجل ولا لا، وهعمل عليكي حفله النهارده، انت النهارده بتاعتي ما انتش خارجه. بعدين بيقول لي هو انت ثورجيه؟ فقلت له فراح ضربني بالقلم على وشي. إيه اسمك ايه؟ فانا طبعا من الكتر الضرب الصوت محشرج، يعني لحد دلوقتي صوتي مش قادر ارفعه قوي، فبقول له غاده. فيعني فراح طبعا يا بنتي كذا، علي صوتك والجهه الثانيه. فيعني تعامل طبعا بذيء جدا والفاظ طبعا بذيئه. كانوا لابسين ملكي ولا لابسين ميري ولا لا؟ لابسين عادي، لابسين جيش، بس الرائد ده انا عرفت اسمه بعد كده، اسمه رائد حسام، هو رائد في الصاعقه. ما كانش حاطط اي بادجات او حاجات على جسمه، وبيلبس تقصد رتبه يعني؟ بيخرج بره ملثم لابس القناع الاسود بتاعهم. بعدين بعد كده دخل اللواء قال ان كل اللي مش عايز علاج هيخرج. فطبعا انا كان كل خوفي بس لان كان كل ايحاءات الرائد ده ايحاءات تحرش يعني. فطبعا قلت له سياده اللواء، مسكت في سياده اللواء، لو سمحت لو تخرج الناس انا مش عايزه اخيط راسي، بس خرجني بايدك انت بره. فبص لي بقى الرائد فقال لي انت بتتحامي فيه؟ بعدين رحنا ندهله على جنب. بعد ما كلمه تحشاني تماما اللواء، بدا يبعدني تماما، وبدا حسام ده يرجعني ورا، يعني ما اقفش وسط الناس اللي واقفه، هرجع ورا. بعدين بعد كده دخل دكتور زياد بتاع المستشفى الميداني عشان يطلع الناس. فانا همست وقلت له يا دكتور زياد مش هيطلعني، لان كان بيتكلم جوه طبعا على فكره بيتضرب يعني، بس انا كان صدفه الحمد لله وقدر ربنا يعني. فقال لي لا ازاي؟ فراح للي هو قال له هاخدهم كلهم يا هنام. فطبعا اللي هو قال له لا ازاي، دول ولادنا وهتاخدهم كلهم. وقف بقى حسام ده، رائد حسام، قدام الناس كلها، شايط على كده نور ايمن نور وسماء ومنى عبد الفتاح. وقف وقال لي هضرب ابن ايمن نور. ابن ايمن نور قال لي هضرب منى سيف وسناء سيف ولاد احمد. قالوا لي قال لي هضربك برصاص بره، مش يعني انا مش هسيبك، هضربك برصاص بره، انا صعيدي ومش هسيبك ولا هموت، هضربك برصاص بره. ده اللي حصل معايا. طبعا انا مش عايزه احكي كتير، بس انا هنا بس احب اوضح للناس، انا مش هنا عشان قضيتي، انا هنا عشان قضيه انتهاك لكل يعني انتهاكات للبنات شنيعه، من صور بنت تتعرى في الشارع، من انا شفت قدامي بنت مش هقول اسمها، يمكن هي مش حابه، كان يقول لها انت مامتك ايه؟ تقول له دكتوره في الجامعه، باباك ايه؟ مهندس، اللي هو نفسه حسام ده. طب يا بنتي كذا، اقوم جايبها من راسها وعهبدها. عهبدها في الارض. وانا قدامي قدام عيني، انا ربنا شاهد على كلامي، حطوا حته حشيش لواحد في محفظته، والالفاظ بقى بذيئه، وكل اللي يتكلم يتضرب، مفيش انت ما تتكلمش، انت بتخش جوه تسكت تسمع بس. خرجت ازاي بقى يا غاده؟ ما هو زي ما بقول لحضرتك، هو لما اصر ضابط اصر طبيب المستشفى الميداني وكلم اللواء فخرج هنا، ما قدرش بقى يخرج، ما يمنعك ما قدرش. وكمان انا كان من حسن حظي ان انا معايا شخصيات معروفه، يعني منى خلى حد يخش يجيبنا،